بسم الله الرحمن الرحيم. المحامون الزملاء الأجلاء، استكمالا أيضا لسلسلة الأدلة من واقع المرافعات الجنائية وتعرضنا للشهادة كأحد الأدلة المهمة في الدعوة الجنائية، نتكلم أيضا عن الاعتراف. والاعتراف بالطبع هو كما يقال في المجال القضائي أو في العرف الدارج العام بالنسبة لنا كعوام الناس أنه سيد الأدلة. لماذا يقال أن الاعتراف سيد الأدلة؟ لأنه إذا ما تم الاعتراف أمام منصة القضاء أو في محراب القضاء، فإن القضائي أن يعول عليه وحده دون باقي الأدلة، ولا حاجة له بسماع باقي الأدلة. إذا ما اعترف المتهم وكان هذا الاعتراف في مجلس القضاء ورأى القضاء أن هذا الاعتراف اعتراف معتبر من الناحية القانونية، وأن المعترف قد شهد على نفسه بملء إرادته الحرة الواعية وانصب على الواقعة، فإن للمحكمة أن تعول عليه وتطرح باقي الأدلة دون أن تنظر إليها. هذا بالنسبة للاعتراف. الاعتراف له شروط نستطيع أن نتكلم فيها، مثلا شروط أربعة. هو أن يقوم المعترف بالاعتراف على نفسه، دي هذه من البديهيات، وأن يقر باعترافه بارتكاب الواقعة، وأن يأتي اعترافه منصبا على أركان الواقعة التي أحيل بها بأمر الإحالة إلى القضاء، أو التي يتم التحقيق فيها معه من قبل النيابة العامة أو سلطات التحقيق بخصوص الواقعة المسندة إليه، والتي قد أرسلت إلى جهة التحقيق من جهة جمع الاستدلالات. إذا ما كان الاعتراف لابد وأن يأتي من المعترف نفسه، فإذا ما أتى من متهم على متهم فإنه لا يكون اعترافا بالمعنى القانوني، ولكنه يكون مجرد إقرار من متهم على متهم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعول عليه في إدانة المتهم المعترف عليه من قبل متهم آخر في الدعوة، إلا إذا كان هناك دليل يعززه بالأوراق، لأنه هذا الإقرار من قبل متهم لم يتصدره حلف يمين، فهو ليس دليلا بالمعنى القانوني المعتبر. ومن هنا كان لابد بأي حال لابد أن يكون هذا الدليل أو هذا الاعتراف يؤازره دليل في الأوراق، وأن يؤخذ على سبيل الاستدلال. الاعتراف في هذه الحالة لابد أن يكون كما أسلفنا من المعترف نفسه. ثانيا أن يكون هذا الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، بمعنى أن يكون الاعتراف واضح الدلالة على اقتراف المتهم للواقع، ليس للقاضي أن يقوم باستنتاجه ضمنيا من خلال عناصر مطروحة عليه على بساط بحث الدعوة. ما مثلا لو أن المتهم قال بأنه هدد المجني عليه بالقتل في وقت لاحق، أو بأنه كان متواجد على مسرح الجريمة أثناء وقوع جريمة القتل، هل يمكن هنا استنتاج بأن المتهم أو يأخذ القاضي ذلك على أن ذلك يعد إقرارا اعترافا على المتهم ويستنتج منه أنه هو الذي اقترف الجريمة؟ لا بالطبع، لابد أن يأتي الاعتراف كما قلنا واضحا وصريحا على اقتراف المتهم للواقعة، لا لبس فيه ولا غموض. هذا من ناحية وضوح الاعتراف وأن ينصب على أركان الجريمة المقترفة أو أركان الجريمة موضوع الدعوة الجنائية التي اتهم فيها هذا المتهم المعترف. إذا ما كان بالطبع هذا من ناحية وضوح الاعتراف وصراحته، فإنه أيضا لابد أن يكون الاعتراف صادر عن إرادة حرة واعية، بمعنى أنه لا يكفي أن ينصب على الواقعة بوضوح وصراحة في اقترافها، ولكن لابد أن تكون الإرادة التي خرج منها أو نبع منها هذا الاعتراف إرادة حرة واعية. والإرادة الحرة الواعية هي التي لا يشوبها عيب من عيوب الإرادة بالنسبة للإكراه المادي أو الإكراه المعنوي. الإكراه المادي هو ما يقع على المتهم من تعذيب أو تنكيل بدني يؤدي إلى انتزاع هذا الاعتراف منه. يعني إذا ما مثلا كان هناك ضرب أو إيذاء في جسده كقص شعري أو خلع أظافري كما يحدث،
او القيام مثلا بالايذاء البدني بجسده بحرقه او بكيه او 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 كما يحدث احيانا من صنوف التعذيب، اذا ما تبين المحكمه ان هناك من الدلائل ما يؤكد بان هناك اكراه بدني وقع للمتهم، فان ذلك ايضا يعيب هذا الاعتراف ويؤكد بانه صادر عن اراده غير حره لا يمكن التعويل عليه. إذا ما كان الاعتراف أيضا صادر عن إكراه أدبي أو معنوي، الإكراه الأدبي أو المعنوي وهو أن يكون هناك وعد ووعيد، أي بمعنى أن يكون هناك ترهيب وترغيب، والترغيب هو أن يشعر المحقق أو يشعر مثلا ضابط الواقع أثناء جمع الاستدلالات وضبطه للمتهم بأن اعترافي هذا سيؤدي بالطبع إلى تحسين مركزه في الدعوة، أو أنه سيكون ذلك بالنسبة له سبيلا لبراءته من التهمة، أو أنه سيكون بالنسبة له سبيلا لتخفيف العقوبة عليه. فإن ثبت ذلك للمحكمة أيضا في هذه الحالة يعد هذا الاعتراف ناتج عن ترغيب، وبالتالي فهذا يبطل الإرادة بالنسبة للمتهم. ايضا اذا ما كان صادرا عن ترهيبه، بمعنى انه ايقاع الضرر على اهله او على زويه او على نفسه او على ماله، ففي هذه الحاله اذا ما تبين ان هذا الاعتراف نتج عن تهديد المتهم بايقاع الضرر والاذى عليه او على زويه او على ماله وبنيه مثلا، فانه في هذه الحاله ايضا يعد هذا الاعتراف اذا ما تبين للمحكمه ذلك يكون هذا الاعتراف اعترافا صادر عن إرادة غير حرة، وبالتالي كبلت الإرادة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعول عليه إذا ما تبين للقضاء ذلك. الاعتراف أيضا المعتبر قانونا ثالثا في شروط هذا الاعتراف هو أن يكون في مجلس القضاء، بمعنى أنه إذا ما تم الاعتراف في مجلس القضاء أصبح لا يحتاج إلى تحقيق، لأنه وصل إلى السلطة، إلى سلطة الحكم التي ستحكم في الدعوة والتي تبين لها صحة الدليل، لا تحتاج إلى تحقيقه. وبالتالي فإنه إذا ما أتى الاعتراف في تحقيقات النيابة العامة أو في محضر جمع الاستدلالات، فإنه في هذه الحالة لابد أن تتناوله المحكمة بالبحث والفحص والتحقيق والتمحيص، وذلك للوصول إلى صحة هذا الاعتراف. فإذا ما كان تبين المحكمة أن هذا الاعتراف غير صحيح بأنه شابته أحد العيوب التي قدمناها، فإنه في هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تطرح هذا الدليل جانبا ولا يمكن لها التعويل عليه وفق اطمئنانها ويقينها وتقديرها للدليل، كما قلنا أيضا بالنسبة لسائر الأدلة هي التي تقدر الأدلة التقدير الذي تراه وتنزله المنزلة التي تراها أيضا. إذن هنا في هذه الحالة لابد أن يكون الاعتراف في مجلس القضاء حتى يمكن الأخذ به والتعويل عليه دون باقي الأدلة. إذا ثبت للمحكمة أن الاعتراف باطل وقد نقصت شروط صحته ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعويل عليه، هل يمكنها بذلك مثلا عدم الأخذ بأي دليل من الأدلة الأخرى؟ لا يمكنها أن تقضي ببطلان هذا الاعتراف إذا ما رأت، وأن تعول في حكم الإدانة على باقي الأدلة الموجودة في الدعوة ولا تثريب عليها إن فعلت ذلك. يعني يمكنها أن إذا ما جاء الاعتراف باطلا أن تطرحه ولكنها تقضي بالإدانة بناء على أدلة أخرى متوافرة في الدعوة غير الاعتراف إذا ما قضت بإبطال. الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري، وعلى المحكمة بالطبع أن ترد عليه إلا إذا كانت ستعول في حكمها للإدانة على دليل آخر غير الاعتراف. في هذه الحالة أكدت أحكام النقض وتواترت على أنه يمكن للمحكمة في هذه الحالة ألا ترد على الدفع إذا ما كانت ستبني عقيدتها على أدلة أخرى في الدعوة تستطيع أن تنهض بها بحكم الإدانة. هذا بالنسبة للاعتراف وما يمكن أن يقال فيه من يعني نقول أشهر الأمور العملية التي تواجهك أثناء التعرض له كدليل في الدعاوى الجنائية، وأيضا سنقدم نموذجا في إحدى الدعاوى الجنائية أيضا التي تناول الدفاع فيها بطلان الاعتراف لوقوعه نتيجة لإكراه مادي ومعنوي، وكيف تناوله الدفاع أمام المحكمة بالشرح والتدليل عليه، وأترككم في ذلك أيضا لسماع المرافعة التي تضمنت هذا الدفع
وأشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن ألتقيكم في استكمال هذه الأدلة على خير الله وبركاته. أشكركم، شكرا جزيلا. نتج عن ذلك أن الاعتراف الذي نسب إلى هؤلاء المتهمين على هذا النحو اعتراف غير مقطوع بصحته، بل أنشابهم بطلان على هذا النحو. لماذا؟ لأن هناك تعذيب قد تم لهؤلاء المتهمين لم يفصح عنه بتحقيقات النيابة العامة، وشاءت الأقدار أن عرضت الصفحة الخاصة بوزارة الداخلية عرض هؤلاء المتهمين على السيد مدير الأمن عقب ضبطهم بالواقعة، صفحة خاصة بمديرية أمن القليوبية، وثبت من خلال العرض أن المتهمين قد نالهم من التعذيب ما نالهم. ماذا يحاول الدفاع أمام محكمتي ونحن الذين فاض بنا من أن نحقق طلباتنا التي استمرت أكثر من 3 أعوام في هذه الدعوة؟ قمنا بتصفح هذا الموقع، وقمنا باستخراج صور المتهمين منه على نحو يقدمه لعدالة المحكمة على هذا النحو. وقدم حافظة مستندات ثابت بها صور فوتوغرافية للمتهمين أثناء عرضهم على السيد مدير الأمن، ثابت بها أن بهم إصابة. يثبت لك بعد إذن عليك ولا وقرص مدمج يا فندم بعد إذن الهيئة المقررة، وقرص مدمج سي دي. أنا هأوريك المحكمة فندم بالاطلاع عليه إذا ما ترى لها التأكد من صحة ما ورد في الصور، ولا ألزمه عليه. وفوض المحكمة قدم قرص سي دي مدمج أفضل حفظ المستندات سر المدمج موجودة فندم في حفظ الداخلية بها قرص مدمج سي دي للصفحة الخاصة بوزارة الداخلية على الانترنت، ثابت به في محتواه أن عرض المتهمين على السيد مدير الأمن أن بهم إصابات ظاهرة بالوجه مما يؤكد أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه البدني، والذي أدى بهم إلى هذا الاعتراف. هذا الاعتراف على هذا النحو أصحاب المعالي سادتنا المستشارين لأجلاء شابه عيب خطير من عيوب الإرادة، وهو أن أتى هؤلاء المتهمين إلى محراب النيابة العامة وقد قبلوا بالإكراه على النحو الذي يرد الدفاع استظهاره. بل ما أنا قلت يا فندم بتفصيل آخر، والله أنا هتناول الأمور بتفصيل آخر، يعني أظن أنا فندم وإحنا حللنا برضو كتير، وأنا وانا يا فندم بعد اذن الهيئه الموقره انا نعم يا فندم بالظبط هننقل مش هستطرد القبض، وان هناك اكراها معنويا حدث للمتهم ايضا، وذلك حينما ابلغ المتهم باعتراف حينما سئل كيفيه القبض عليه وباقي المتهمين كلهم. المتهم الخامس الذي يحضر عنه الدفاع قال كنت كلمني ضابط الشرطه من تليفون والدتي وقرر بأنه إن لم تحضر سيتم أخذ والدتك. في كيفية ضبط المتهم أن هناك إكراه معنوي قد تعرض له المتهم بعد معنوي قد وقع للمتهم الخامس والدتي حسب ما أورى المتهم بكيفية القبض عليه. مشروعية الاستدلال بالصورة الضوئية سمحت فيها المحكمة. ما حاول الدفاع أن يقول بأننا نص المادة الجامعة تستخدم من أي مصدر يستطيع منه القاضي الثاني، وقد جاء بحكم شهير وجد الدفاع باقتراع متواضع منه في أحد رسائل الدكتوراه التي قدمت إلى جامعة عين شمس في استخدام الصورة الفوتوغرافية في الإثبات، فجاء بحكم لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية رقمها 67 لسنه 77 اللي هي قضيه فندم المظاهرات التي حدثت ايام رئيس السادات اللي هي قضيه ما عرف بمظاهره الخبز 77 في يناير 77 يا فندم. قاضي السيد رئيس المحكمه امن الدوله العليا قال فيما اخذ للمتهمين من صور فوتوغرافيه اثناء وجودهم في مكان عام قرر بانه يجوز للقضاء ان يستند الى الصور الضوئيه بانها من قرائن الاحوال في هذه الحاله وتعرض لها، بل إن هناك أحكام كثيرة، ولكن قلت قضية شهيرة تعرضت لها باجتهاد المتواضع فيما أثبته للمحكمة المدنية.
النقطة الثانية أيضا أن هذا الاعتراف جاء متناقضا مع ماديات الدعوة، وهذا هو الأهم في مشروعيته. لماذا؟ لأن علمتنا المحكمة بأن الأدلة المادية إن صدقت كذبت الاعتراف إن خالفها، والعكس غير صحيح. فإن كان الاعتراف صدر على نحو تناقض مع الدليل المادي أو الدليل الفني للطب، فإن ذلك يؤدي إلى أن الاعتراف في هذه الحالة مصدر ولا يعول عليه، وأن في الأمر قد دبر له أمر آخر. فإذا ما كانت الواقعة على النحو بالنسبة للأدلة الفنية على نحو مرتأة الدفاع، فإننا وجدنا بأنه هناك في السيارة التي ارتكبت الحادث، لأن هناك في الدليل الفني فيها حينما عاينها السيد خبير الأدلة الجنائية قرر بأنه يوجد طنق واحد في سقف السيارة على خيار الدفاع ما صلح، من الخلف 10 سنتي ومن اليمين 3 سنتي، وأن ذلك الثقب الذي نتج عن الشراك المقذوف جاء بزاوية ميل من أعلى إلى أسفل، وأن الإصابة التي حدثت بالمجني عليه وهو قائد السيارة كانت في أقصى اليسار، فما كان هناك من أي من العوامل التي تدعو إلى أن المقذوف يغير اتجاهه. بل إنني أقول ولو أن المقذوف قد غير اتجاهه واخترق رأس المجني عليه حسب وصف تقرير الطب الشرعي، والذي قرر بأن اختراق المقذوف كان من الخلف اليمين بزاوية إلى الشمال إلى الشمال إلى الشمال إلى الشمال الأمام، إذا ما كان هذا الأمر على هذا النحو، فكيف كان إطلاق النيران على السيارة من الخلف إنما قيل بأنه أطلق عليها وادل من الأعيرة النارية كما قرر المتهم الخامس بتحقيقات النيابة العامة باعترافه، وأن المسافة كانت بينه وبين السيارة 3 أمتار أو 4 أمتار، وأن التصويب كان على السيارة مباشرة، وأن المتهم الذي قام بالتصويب قد أفرغ غزة كاملة بها 25 طلقة. أين ذهبت الطلقات إذا ما كانت المعاينة على ما نحو جاءت به من خبير الأدلة طلقة واحدة في سقف السيارة؟ ولم يبرر لنا ولم يعلل ما التهشم الذي حصل بالبريبريز الخلفي على نحو ما جاء، قال إنه حدث نتيجة اصطدام بجسم صلب ولم نستطيع تحديده. إذن لو حدث حتى على فرض تخترق المحكمة حجب الدليل الفني، نعم لها ذلك، إن حدث على فرض الإطلاق الذي تم من الأمام، فلو تم إطلاق هذه الأعيرة على البريبريز الخلفي فأين مصادر هذه المخلوفات كلها؟ لابد أنها وكانت تخترق البريبريز الأمامي أو أي جزء من السيارة إن كان هناك في انحراف في زاوية الإطلاق، لم يوجد أي ما يشير إلى ذلك. بل إن المقذوف الذي تم اختراق سقف السيارة به لم يعثر السيد الخبير على أثر له كما أورى بتقرير الأدلة الجنائية. كل ذلك يؤكد ماذا؟ يؤكد أن للواقعة صورة أخرى غير التي وردت بالأوراق، وأن هناك عيوب جوهرية قاطعة تؤكد بطلان هذا الاعتراف المنسوب إلى هؤلاء المتهمين على نحو ما جاء به. وقد قيل في الاعتراف وما تعلمناه من أحكامكم الجنائية المبجلة لأنه لا يكفي أن يكون صادقا، بل لا بد أن يكون مشروعا، ومشروعيته تصل إلى الإرادة التي صدر عنها هذا الاعتراف. إذا ما كان الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة طائعة فإن المحكمة ولا شك تعول عليه، أما إذا ثبت لها أن هناك عيب من عيوب الإرادة اعتبر إرادة المعترف على النحو الذي جاء، فإن ذلك يؤكد أن الاعتراف هذا مراسم مصداقية فيه قد مراسم مشروعية فيه قد انتفى، وإن كان هناك مراسم مصداقية على النحو الذي قلنا به، لأن هناك قصور حدث في تحقيقات النيابة العامة أيضا. لماذا؟ لأنه حينما يقال بأن مبر التحريات للبحث قد وصل إلى شاهد الواقعة على النحو الذي أورى به، وهو من يدعى أمير صفي الذي أورى باسمه وأورده، فإنه والحال هكذا كان على النيابة العامة حينما تجد أن مبر التحريات صدر تحرياته وأنه قرر بأن هناك شاهدا للواقعة لم يوجد أمامها أي شاهد عيان لها، فكان عليها أن ترسل إلى هذا الرجل وتستجوبه على النحو الذي يفتح عن وجه الحقيقة في هذه الدعوة وينير العدالة طريقها في الوصول إلى وجه الحق فيها. ثانيا أيضا كأنه أورى أيضا أمر يعتبر من أبشع الأمور التي تورى، لأنه أورى بأنهم استعانوا بالسيارة الحمراء الشيفروليه من شخص يدعى محمود وشهرته محمود النصر،
ذكر اسم الثلاثي لتحقيقات من تحقيقات النيابة العامة وبمحضر تحرياته وعنوانه وسمه، ولكن قال بأنه هذا الذي حاولوا أن يحضروا أن تحضروا منه السيارة التي ارتكبوا بها الحادث، وأن السيارة مسروقة من شخص من سيدة قد أورى عنها أيضا في تحقيقات النيابة العامة بأنها استلمت السيارة. المعول عليه هنا ليس إحضار من سرق من صاحبة السيارة في القول، لا، من ساعد المتهمين الذي سرق السيارة هو الذي كان لابد أن يؤتى به إلى تحقيقات النيابة العامة وأن يسأل عما أشهد إليه من أنه هو الذي قدم لهم هذه السيارة وأنهم ذهبوا إلى قرية أبو غيث واستحضروا السيارة من هناك في اتفاق معه على ارتكاب الواقعة. فلو أنه كان يعلم بما سيقومون به لكان في هذه الواقعة متهما فيها، وأن الواقع على النحو الذي أطلب عنها أنها مسروقة السيارة فإن هناك متهم ثابت أمامه. لا نعلم هل لماذا تركها، لماذا لم تأتي به، لماذا لم تثبت أنك قمت بقبض وإحضار وتحقيق في واقعة أخرى، ولكن هذا ليس أمرنا، الأمر فيما يخصنا في الدليل في هذه الواقعة على النحو. ثانيا، أصبحت الواقعة على هذا النحو لا يوجد بها إلا مجرى التحريات لأقواله، وأن تحريات المباحث إذا ما قد تم القول بأنها تؤذن دليلا يثبت للمحكمة أن هذا الدليل قد أفرغ من مضمونه وأصابه البطلان على النحو الذي حاول الدفاع جاهدا أن يوضحه إلى هيئة المحكمة الموقرة، فإنه والحال هكذا لا تصبح التحريات لأن تؤذن دليل لأنه انعدم الدليل في الأوراق إلى وجوده. وأن التحريات حينما علمتنا أحكامكم المبجلة في صاحب المعالي السابق أصحاب المعالي السابق المستشارين الأجلاء، نعم لا يمكن إلا وأن يكشف عن مقابره، وإلا لم يكن هذه الحالة لم يتم الكشف عن أي مصدر من مصادر التحريات على النحو الذي جرت به الأوراق أو أتت به الأوراق في قضية تعد من أكشع القضايا، والتي قالت أيضا في حكم خارج لها أخيرا يا فندم لن أستغرب دقيقة، في حكم خارج لمحكمة أمن الدولة العليا عن اعتراف يصدر من المتهمين وعذر يا فندم باتهام الدفاع، قيل بأن هذه المرافعة للنيابة العامة في قضية أمن الدولة العليا التي هدد الدفاع من يشير إليها هيئة المحكمة الموقرة بأنه أرسلت وذكرت الدفاع من النيابة العامة نيابة أمن الدولة العليا كهدية في كتاب إلى مكتبة كلية حقوق جامعة القاهرة. هذه القضية تعد رقمها 83-63 المعروفة بقضية الاستيراد الكبرى، حيث ما قالت لأنه لا بد وأن يقابل القاضي جنائي اعتراف المتهم في قضايا من أخطر ما يمكن أن تشكل خطرا على حياته، فقضايا القتل والرشوة ليس بالترحاب ولكن بالحيفة والاحتراف. لماذا؟ لأن ذلك يأتي على عكس طبيعة البشر، لأن المتهم في هذه الوقائع إنما وإن اعترف يورد نفسه مورد الهلاك والتلف، وهذا ليس مبالغ. ألفني شكرا جزيلا، شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. أشكر أعداء المحكمة حسن الاستماع فندم وضاح الصدر، وأصمم على طلب البراءة ونترك الأمر لله. شكرا لك، شكرا لك.